أعلنت مديرية الدفاع المدني في إقليم كردستان اليوم الجمعة أن حريق مخيم شارية للنازحين في دهوك أتى على 400 خيمة. وقالت المديرية في بيان لها أن فرق الدفاع المدني استطاعت السيطرة على حريق مخيم شارية في دهوك، وأضافت أن أكثر من 400 خيمة احترقت. وفي وقت سابق من اليوم اندلع حريق ضخم في مخيم شارية بدهوك، وشاركت المروحيات في عملية إخماده.